هلا والله شباب، في مقطع جديد وحلقة جديدة من تقديم Resident Evil 4 Remake. أقول لكم شباب، أنقذت أشلي آخر دقايق وبعدين صار مقطع سينمائي. البنية هذه اللابسة أحمر أنقذتنا وهي صادوها، فإحنا في طلعتنا شفناها مربوطة في خيط، يعني صادوها، الحين لازم إحنا ننقذها. فرحنا ننقذها، طلع لنا هذا الشخص، هذا مو أندرتيكر، أنا ما أدري هاي من هو، الرئيس مالهم، هذا كبيرهم اللي علمهم السحر هذا. لايك اشتراك وخلنا نبدأ حلقة اليوم، فعل جرس التنبيهات علشان يوصلك فيديوهاتي أول بأول. 1 2 3 أكشن. هذا اللي وصلني له، عقرب ما أدري شنو. بل 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 شيل عليه. أوه، حصلنا اول بداية نبتة، هاي شكل علينا نهرب. بل وين اروح ما ادري. ايوه، نبتة نبتة نبتة، خذها. ايوه، طحني. ما صار شيء. بل شيل عليه. وين اروح؟ وين اروح؟ تيزاب هاي طلق لو شنو؟ بل بل يون. بل وين اروح؟ برجو الحيوانات. حلو، قتلها. بعد ما عندي دواء. يقتلني. أتني.
ما عليه، محاولة ثانية، محاولة ثانية. أنا نجرب يكون كله تحت يا شباب. أفا لا خلصت لي بموت. عنده عيون بعد. لا هي مبطح العيون. هم بل طرش لي ربعه. بل وجد حشرات بيكتلهم بنفسه. بل حاصروني حاصروني يا الربع، حاصروني يا الربع، كتر ربعه كتر ربعه. مو صاحي هذا، مو صاحي. بل طحاج هو ايش؟ عندي قنابل، عندي قنابل. هلو وحدة هم لا اموت. شجرة طق الدائر والله.
ما بيحلف بعد. دم ما في دم ما في دم ما في دم ما بيعصب نفسه آخر مرة ما في دم. طقيت حماية صدقني بالسكين. بات بموت 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 شباب طلع طاقتي بموت خلاص بموت بموت ما يفيد قاعد اجهز انا هالليل ما يفيد اخر ضرب بموت اخر ضرب بموت قلت لكم بموت قلت لكم بموت شباب المفروض اليوم نكون الحلقة النهائية ما نبي نطول في المقدمات بعد نطول في المؤخرات قصدي حلقة النهائية اليوم المفروض تكون ف وادي اللعبة صعبة وادي اللعبة صعبة يلا مو مشكلة آخر مرة يلا علشان المتابعين آخر مرة يلا هالطيور الكرية هذي ضرب النبقم بليه ما يصيد الشيء عقرب الكلب عقرب الكلب العقرب الكلب باعت عنانة الله غش اللعبة هذه والله غش الناس هرب الكلب هرب طلع الحيوانات مالي كلهم طلعهم با اثنين هم سهل باقي وين العيون اللي عنده صاحية حك الوسخ انا عندي حين وين الدواء حك الكلب
باي. هم لا يكتني ممكن نحصل ان الشجرة قدام. مات باقي وش له باقي له صل على النبي صل على النبي صل على النبي. ما موت لا موت نهاية مالت ريزنت ايفل 4. شوفوا باخذ مقطع من اليوتيوب مال النهاية وبحطه في النهاية اوكي. اذا ما خليتون اختم اللعب بهالطريقة، هل صنعوا اللعبة مخلينها صعب هالطريقة؟ ما ادري شنو وايد صعب مخلينا. بابوق مقطع من اليوتيوب النهاية وش صار وبحطه في قناتي، بس انتهت الموضوع خلاص انتهى الموضوع. شو اقدر اسوي؟ شو اقدر اسوي؟ الف عيوني طلع ما ادري شنو هذا، شنو اللعبة هذه؟ وايد مخلين اللعبة صعبة، عطني شجرة واحدة تداوي بها روحك. هاي حلقتي لليوم شباب، الحلقة النهائية من لعبة Resident Evil 4. واجد صعبة اللعبة، واجد عجيبة رهيبة، لكن كثرة الإعادات اللي فيها يعني أشلي يبوقونها من عندك وتحاول تتاخدها، وهذه يعني تقييمي للعبة 10/9. 1 نقص بسبت ما يعطونك ذخيرة، ما يعطونك دواء تداوي بروحك، يعني هو حرب بقاء وش يسوي، لكن لا يعطونك ذخيرة شداء تقاتل عن روحك تدافع عن روحك. احنا حاطين اصعب شيء، لازم تخلون الذخيرة وهذا قد تقدر تواجه به الوحوش اللي راح تجيك. صعب طعم وحش صعب، عنده طيور وعنده ما ادري شنو. سامحوني شو ما قدرت، خلاص ما اقدر اواصف اللعبة خلاص. حلقة النهائية هذه. كان معكم حسن شباب في قناة حسن جيم تايم، لا تنسى الاشتراك في القناة واللايك. السلام عليكم.